عدنان، ليش مو لابس اخضر نفسنا؟ ما تحتفل ويانا بالعيد الوطني السعودي؟ انا لابس كاب جيش السعوديه. بعد شنو اقوى من كذي؟ هذا اخضر وعلم السعوديه، واكيد بحتفل باليوم الوطني السعودي لاني احبهم وايد. عدنان، انت حافظ نشيد الوطني السعودي؟ ايه ما شاء الله، توني قاعد اسمعك تقولينا، يلا قولي لنا. لازم روان تي وياي تقول معاي، لان روان حافظتها بعد. يلا روان معاي، يلا واحد سامعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء. حلو نشيدهم الوطني. حلو بس نسيناه خلاص، بس اخر شيء خلاص بالكومنتات كملوا لنا النشيد الوطني السعودي عشان يحفظونه عدل حق السنة الجاية، عشان تعرفون مواهبي يا جماعة. احفظ بسرعة، بس ما احفظ دروسي، بس الاغاني. عادل ايش فيك قاعد؟ انا مريض. تعبان؟ اي يلا قول لهم شنو. ما كنت اقدر اقوم من الفراش، بس يعني عادي اقوم حق السعودية. تسلم، مشكور. يلا ايش تقول لهم؟ شنو يكتبوا لك؟ سلامات عادل. اي سلامات عادل، مسكين حتى صوته تعبان. يلا سلامات. تبي تغيب يعني من المدرسه؟ ايه. تبي تغيب باكر؟ ايه. تبي تغيب عشان مريض؟ ايه. ها تبي تغيب؟ والحين صار وقت تحدي الخريطه اللي كلكم ناطرينه طبعا. جبون ودودري. الخريطة خضراء. في فلوس. في فلوس. في فلوس. ما يصير. شوفوا الخريطة خضراء، السعودية أخضر، وهني كاتبين أخضر وبس، معناته أي شيء يطلع لكم المحل راح تدخلون تشترون بس الأشياء الخضراء، بس الأشياء الخضراء. بلا كاكي جوان. عندي سؤال وجه، إذا المحل ماكو شيء لونه أخضر شو نسوي؟ مشكلتكم. ماكو شيء اخضر؟ ما تشتري شيء، ما تشتري شيء. في اشياء اخضر ما يندرى. في هذول اللي انا ما ادري. ما انا طلع لنا بلينك ورحنا شرينا مثلا كيبورد، تقدرين تحطين لون اخضر فيه معنا لون اسود. لا ينحسب ينحسب. لا لا تشتري لون اخضر فيه. تشتري شيء اخضر. روح اخضر. مو تحط. عادي شيء اخضر بس في الوان ثانيه صغيره مثلا. بس الطاغي أخضر. يعني اكثر شيء اخضر لان علم السعوديه كله اخضر. تاخذ عصير تايم ولا اخذ بربوبو؟ لا ما تاخذ بربوبو ولا عصير تايم، راح تاخذ افوكادو او اي شيء. يلا جاهزين؟ جاهزين. طبعا الاشياء اللي حاطينها جوتشي، اديداس، جيكي، دبن هامز، مكتبه، فلوس، طبعا سوبر ماركت. اي سوبر ماركت، يعني كسايد، كل الاماكن اللي انتم تحبونها، كل شيء في اكسسوارات، ملابس، اجهزه الكترونيه، كل شيء كل شيء كل شيء. منوعين لكم عدل. اي شو لازم حطوا النحوش؟ لازم ناخذ شيء اخضر. اي شيء اخضر بس الاخضر. تقدرون تعطونا 100 نص عشان يصير 50 دينار؟ اي راح يكون، راح تعرف النص شنو قصته. هذا قصته قصه النص. شوفوا احنا الشيء الوحيد عندنا بعملتنا بالكويت النص دينار، هو اللي لونه اخضر، فاحنا مسوين شيء خوي ما راح تعرفونه، اللي يطلع له النص راح يعرفه. توني بقول لكم يعني قصرت وحاط لنا النص، بس شكله في شيء قوي. لا في شيء خوي. بروح اول وحده زي فرح. ايه فرح الوحيده اللي توقف قريب تقط زين. ايه يلا. ما صار. يلا عشان كذي دش داخل. بس لازم والله ما في علي انا تايم. تبي عصير تايم؟ يلا يلا انا اقول صعديها فوق الطاوله، خذ حط على اللي تبي، بس عشان فروحها صغيره تستاهل. صح. يلا شو تبي؟ حطي. اوه حطي 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 داخل. حيل. اوه فروحها فازت بعصير تايم. يلا مستانس دوري. يلا روح عصير تايم. منو فاز بعصير تايم؟ وانا. شو انت بتطلبين؟ لازم اخضر صح؟ ايه. شوفوا فنروح شنو طلبت، شوفوا شنو طلبت من عصير تايم. يلا بطلي. اوه كله اخضر. فنروحه حلو؟ ايه كله اخضر فنروحه. تدرون ليش قاعد تبوسني؟ قاعد تبوسني لانه قصت علينا وخذت هذا سوبر بوبو. انتي اخضر اليوم، ليش تبين سوبر بوبو؟ شوفوا باستني عشان اشتري لها سوبر بوبو مع العصاير
الخضره كلها بس عشان باستني اللي كانت تستاهل. لا اعطيني بعد بوسه. يلا بعد بوسه. يلا هاش هاش. يلا شاطره. واو حلو كذي ولا كذي؟ ياي ندور الكينج. هو مو كينج هو سوبر بوبو بس. يلا جاهز؟ ما يدري ايش يقول. يلا من الحماس من الحماس. نص دينار نص دينار. بيطيك هذا بس. يلا طلعني صالك نص دينار. بوبو بوبو شنو كنت تبي؟ شنو اي واحد يبي؟ اوه الحين يقول لك القصه. الحين يقول لك القصه. راح تربح بس تاخذ نص دينار. لا الحين نقول لك القصة. بوبو هذه العجلة يحدد لك كم نص راح تفوز. نص واحد ولا 10 نص ولا 100 نص ولا 1000 نص. اوكي ولا يعني شفت احنا مضبطينك مو نص واحد. اوكي خلني اسوي الاشياء. بس لحظة قبل لا تسوي اشياءك بس اك سؤال. تدري كم 1000 نص؟ لا والله بس يلا يا اخي. كم 1000 نص؟ كم 500 دينار؟ يعني 1500 دولار. واو يلا سوي اشياءك سوي اشياءك. يلا حي ترى مو عاجبه. شوفي مو عاجبه. تبي 10؟ 5 دنانير يعني. زين يعني 5 دنانير يعني 15 دولار. يلا مبروك مبروك. كيفك عادي؟ ابو يا يلا كيفك عادي؟ انا اللي اصور وانا دائما اللي ادفع. بشاير الحين قاعد تصور ليش؟ لان الدفع فلوس. الفلوس منو يدفعها؟ انا. هذه الخمس دنانير اللي ربحتهم مبروك عليك. عطني بوسه سلم. يلا سلام. الحمد لله. قول الحمد لله. الحمد لله. فرحة. طبعاً فرحة مو ويانا بالهذا بس يعني هي ودها. قاعد تستأنس. قاعد تستأنس. عندهم الكينج راح تشوفون راح يجيب شيء أحلى من بوبو. يا 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 خلينا نشوف خلينا نشوف ذا الكينج. يلا. إن شاء إن شاء الله ما تفشل. شوفوا شنو ياب. لا لا دينار أحلى من لحظة أنا مبين. بوبو يقول والله الدينار النص دينار أحلى من البلينج. لا قلت إن شاء الله الدينار. إن شاء الله. بس صراحة عادل عادل قد كلمته. قال راح يجيب شيء خوي وياب شيء خوي صراحة يعني. أنا أتوقع الحظ حالفه لأنه مريض وأمي دعيت له. لا مو كذي. الحين خيفتش نفسه. خلينا نشوف شنو يشتري شيء أخضر من بلينك. أنا وايد أشياء خضراء. يلا نروح بلينك. يلا الحين دوري راح آخذ أحلى شيء. في هذا لوكي. لوكي ليش عليك كذي؟ كا اخضر لونه. زين ايش كذي شكله؟ شوف هذا شوف هذا كا كا سلاحف النينجا. انت الحين مشكلتك ما تدري شنو تاخذ. وايد اشياء صح؟ ايه. شوف جناط. اوه جنطه جيشيه هذه. ايه. خضراء اي. اطر اطر وينه؟ اوه كافي اخضر وايد اي. ايه ادري قررت اخذ اضاءه وراح اسويها كلها خضراء غرفتي. يعني عشان تسويها كلها خضر تقدر تاخذها. إيه؟ بس هذا لونه بنفسجي شلون؟ بس هذا اللي داخل احمر. اللي داخل اخضر يعني. إيه؟ لازم نسال امك نشوف. شاير لا. انا ناديتك عشان شيء. إيه؟ انت حاطه القوانين صح؟ صح. هذا بنفسجي شلون بياخذه؟ هو مو اخضر لازم؟ اي عادي هذا بنفسجي. لا بس حاط جرين غيرين لونه تحطين اي لون. انا راح احط اخضر. تويست يعني كله اخضر. ايه. يصير كله اخضر. يصير كله اخضر. يصير ايه يصير. يصير كله اخضر. خلاص يلا يستاهل. يلا عليك بالعافيه. الله يسعدك. شريت كل شيء. هيا با عليك بالعافيه. الله يعافيك. الحين دوري طبعا قبل لا اقط لازم اسالهم كلهم اشوف اذا هم اهلي صجين ولا لا.
أكثر شيء أحبه بالخريطة؟ زارا شوارفسكي. أنا بعد شوارفسكي. زارا جوتشي. زارا شوارفسكي صح. يلا مش سألنا مو من أهلك؟ مش ما سألتيني أنا؟ يلا اللي ورا شوارفسكي شنو؟ اللي ورا شوارفسكي؟ كليرز دقيقة. يلا 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 حنان نشوف واحد. لا أنا بفانتازيا. حنان بكل تحدي خريطة خسرانة. يلا خلينا نشوف. لا في مرة فازت بطيارة سافرنا. مع أنا إيمي بطيارة ما لعب. حنان إيمي على جوتشي. ولا بالطوفة. كسرت الطوفة. ترى أنا للحين ما أشوف شنو. بلاي آيفون. صراحة يا جماعة أنا عندي تليفون وعندي آيباد أخضر شوي صعب الموضوع. اخذي حق أبوك آيفون 14 بس تمت. بس ما في أخضر. آيفون 14 الوحيد ما في أخضر. يلا روح بليك. يلا شوفوا والحين وصلت بلينك ان شاء الله القى شيء اخضر حلو. يا جماعه هذا الموزع لونه اخضر ومنه وايد الوان بس هم الاخضر يشوق ف يعني احسه حلو لان شوفوا الموزعات عندنا كلهم كذي يصيرون كذي الا هذا الموزع يصير مربع. شوف اللي فيه فيه يعني هني اللي تحت كله واير بس هو مربع بس مثل الكيوب اي فشيء جديد ويستاهل ان تاخذونه حقي. انا صدق خذيت هالموزع بس بعد راح اروح وادور لي شيء ثاني لان ابوي وامي يحبوني. لا والله بس انت فايزه ما نقدر نقول شيء. طبعا شنو هذا؟ سبيكر. اوكي انا انسانه احب السبيكر في الوان بعد فهذه حيل تشوق. هذه سبيكر ثانية أنا محتارة. هذه على بي سي. على بي سي هم سبيكر. هذه سبيكر وساعة ويا بعض وهذه بس سبيكر فأنت شنو تحسي بها؟ ما أدري كيفك. خلاص أخذ هذه لأن عجبتني أكثر وبعدين مرة ثانية أبوي يشتري لي هذه. عليك بالعافية إن شاء الله. حاضر. والحين خلصنا يا جماعة علي بالعافية. شوفوا شريت الأشياء. شريتي شوف. عايش بالعافية. الله يعافيك. يلا دوري أقوى واحدة بالإيم أسيست. واو كنترولر أنت يا كنترولر. كنترولر ترى أنا للحين ما شفت. زين بوبو بيعرف شنو بوهيميا؟ قولوا له شنو بوهيميا. صح انت ما لحقت عليه احنا لحقنا. اجاني وصف عادل بوهيميا اي شيء تدش تشتري بوهيميا بس قبل هذا بوهيميا الحين صار 150 200 احنا بالكويت نسميه سوق بوهيميا بالسعوديه يسمونه سوق بوريال. بوريال ايوه بوهيميا تفلس. يلا جاهزين حق سوق بوهيميا؟ جاهزين سوبر مان. حتى سلة خضراء. شوف شنو ماخذه. ما شاء الله ما شاء الله عليك بالعافية. خلصتي ولا بعد؟ لا خلصت. أكيد؟ تبين بعد شيء؟ لا شكراً. إيه أشون إحنا مو لون وردي. كان خذيتي كل هذا كله وردي. خافة. يلا. أشوف أتحسف. عليك بالعافية يا حبيبتي. الله يعافيك. شنو هذا يعني؟ عشان الحظ السعيد. حركة ذكرتين أمهات؟ واو يلا وين؟ توثري ماشف ماشف لا 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 لحظة أنا ما صورت لازم نعيدها. ما صورت لحظة خل أقول لك أنا يوم حذفتك كنت قاعد أصور هناك على اليمين ما صورتك. كلهم تصور يمين وما يحذفون. لا بس أنت روحي لا تشي يعني انت بعدش هالخريطه. بوبو شيل بسرعه. لا انا قلت بصور. لا شاير هذا غالي انا ما ابي شيء. انا ابي هذا المحل وايد غالي. انت ليش حاطه بالخريطه؟ ها ليش حاطه؟ حاطه بالخريطه عشان يطلع حقي. لا عليك بالعافيه تستاهلين الله يعافيك. يلا جاهزين نروح جوتشي. يلا
وصلت جوتشي وإن شاء الله ألقى شيء أخضر. محتارة بين هذا وهذا، كلهم أخضر بس شكلي راح آخذ. أنا أحب سبورت بس باخذ كذي. عليك بالعافية. الله يعافيك. شوفوا حلو. بابا أتحداك تسوي شيء. ها من ورا؟ إيه. لا أنت حداني أبي أربح. ليش عندك اثنين؟ ليش عندك اثنين؟ واحد مو اثنين. وخير وخير. واحد اثنين. دقيقة عشان قبل لا تقط تأخذ حظ سعيد الجرعة السعادة. يلا خسرت. يلا يبا. بسم الله. ليش؟ عيده وسهم واحد. لا 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 عادي. شنو انتم مو قاعد تقطون اثنين مع بعض؟ لا 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 قاعد نقط واحد. انتم ما كنتوا قاعد تقطون اثنين؟ لا انا كل واحد واحد. كنتوا قاعد تقطون اثنين؟ قاعد نقط واحد. كنا قاعد نقط اثنين يما. اي كنا قاعد نقط اثنين. اول اللي مرتين بلينك. شو العائله الغشاشه؟ اقول شيء كنا قاعد نقط اربع مو كنا واحد اثنين. اي اربع. شفتوا؟ واحد اثنين. انتوا العائله النصابه. عيد. يلا عيد. انا ما صدق. يلا هي عشان هي اخذت جوتشي الحين ما يلا الحين ابوي مره ثانيه ترجع تعلم مره ثانيه. ماما غار. ماما تغار؟ لا طبعا ما غار بنتي. كلها حمراء هي. كلها حمراء؟ يلا 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 بس لا انا عشان افوز ما يصير لازم علم السعوديه. اعطوني علم السعوديه بسرعه. لحظه هذا شو تبي؟ انا؟ ايه راح اقول لك بس انت ما راح. شنو؟ ابيك تاخذ النص. النص؟ نص دينار. انا راح اجيبك سايز. 1 2 شلون؟ انا احدد اللي ابي واطقه لان انا خوي. ماكو تليفون اخضر. خوي ماكو تليفون اخضر. ايه في شيء بخاطر ابوي يا جماعه زين بس الوحيد اللي بخاطر هالشيء ما في لون اخضر. ايفون 14 بخاطري. ايفون 14 بس بنزل. يلا ان شاء الله نجيب لك اياه بعيد ميلادك مو بعيد الابو لانه بس عيد الام. جاهزين نروح اكسايد؟ والحين يا دوري بدش وبشوف شنو راح اشتري من داخل. راح اشتري هذا لونه اخضر. يا 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 وبكذي وصل لي حق نهاية التحدي. ماما انا اسوي جولة ثانية. انا اتفق وياك صراحة. انا بتفق. اروان اكثر بس والله صراحة يعني ما شاء الله طلعت اشياء كلها دسمة. اي وايد ربحته وصراحة. بس تقولشي طالع كلهم يعطونا لايكات ويشتركون بالقناة عشان الحين نسوي راوند ثاني. اشتركوا حطوا لايكات ولأن أنا أبي راوند ثاني. ولأن أنا أحبكم. يستاهلون يستاهلون. يلا أعطيهم أعطيهم. يلا بعطيكم الحين ثلاث ثواني. واحد اثنين ثلاث. لايك 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 لايك. عبالي عبالي بسرعة نقط. شو تقطين؟ اوكي راوند 2 نروح الحين دورها مره ثانيه. يلا فرح. يلا راوند ثاني. يلا ما تدري ايش. يلا خلت نص دينار. شوفوا ليش انا ابوه خذت هو. ايه وراح تبي النص. يلا خلت نص دينار. يلا 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 العجله العجله. يلا يلا فرح حيل زين. يلا فرح خلينا نشوف كم نص. يلا عشرة. بعد مرة. شنو كم مرة؟ بس خلاص. فروحة فروحة. لا تعطوني فروحة. فزتي بخمس دنانير. لا تعطوني بجرب يلا. يلا. يا 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 خمس دنانير حق فروحه. سلام اول شيء. سلام سلام. ايه بس كي يقول الحمد لله. الحمد لله.
يلا روحك. شنو قاعد تسوي؟ قاعد تقرا القران؟ ما ادري. يلا يلا شنو طلع شنو؟ نص دينار. بعد اجين نص دينار. يلا خلك العجلة. يلا العجلة. شنو شنو حظك كله عشرات انت كله عشرة بس زين يا ولد قيمة 30 دولار اي يلا مبروك السلام عليكم جائزتك 5 دينار السلام عليكم شنو تعال تعال شنو نقول لما ناخذ فلوس شنو نقول الحمد لله صح يلا جاهز ايه يلا سوبر ماركت اوه عادل وايد اشياء بالجمعيه لونها اخضر كل الفروت والفجم يلا روح الجمعيه يلا سوبر مان عادل ها جمعيه وحركات شاري إيه؟ عربان ايش كبرها كل اشياء خضراء شاري كل اشياء خضراء واو كل حلاوه وبطاط إيه؟ بس واحد لبن ما شاء الله عليك بالعافية تبي بعد شيء؟ لا تبي شيء زيادة؟ لا سلام خلصت؟ ايه يلا نروح نحاسب ممكن بس أخسرك زيادة شوية شنو تبي؟ خسرني مثل ما تبي انت فايز اوه علبة علبة كاملة علبتين ترى عادي لو تشتري الجمعية كلها ما أقولك شيء انت فايز يلا نروح نحاسب يلا الحين دوري يلا واحد فرح وخرج يلا واحد اثنين فرح شنو ما يابت شيء؟ لا ما يصير اوه ما يصير والله هاي ثانيه حنان حبيبتي يبا يلا اوكي هارد لك هارد لك هارد لك يعني خلاص ما في ما يصير لا ما يصير القانون قانون لا 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 مو بكر عادوا حنان حنان القانون قانون شنو شنو؟ ان شاء الله مو بؤمية يلا شنو شنو شنو؟ ماجي اديداس اوه اديداس عاد في وايد اشياء لونها اخضر اديداس اي والله في وايد اشياء يلا متحمسين نروح اديداس يلا سوبرمان الحين صار دوري باديداس وايد جواتي خضراء بس انا ما عجبني الا هذا خليني اوريكم اياه اي حلو حلو اي حلو يعني غريب لونه يعني مو اخضر اخضر وايد اخضر فاتح بس اخضر يعني بس اخضر حلو يلا عليك بالعافيه خذي تستاهلين تبين بعد شيء؟ بس هذا؟ متاكده؟ يس روان ما تستغل الفرص ما اخذها بس مو كل شيء اخضر بس هذا اه اوكي اي بس عادي يلا اوكي يا 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 عليك بالعافيه جاهزه انت عاد انت انا ادري انت اول شيء مش نص حصلتي جوتشي الحين راح تحصلين اغلى شيء بعد ادري خلاص بس خلاص يلا بسم الله واو شنو حصلتي انا احبه المكتبه واو مكتبه بس لازم شهادة هاي شهادة ومريض بس لازم كل شيء اخضر المكتبة امي راح تخلص النوتات الخضر صح الاقلام الخضر اي خلاص يلا جاهزين روحي المكتبة جاهزين صغرين الحين وصلت المكتبة وخذيت لي كل الاشياء الخضراء شوفوا هني شوفوا ما شاء الله دفتر هذا ليش بسوي فيه؟ ملعب نط الحبل. زين انا وياك تشوفونه احسن. مقلمة خضراء، مطارة خضراء، طقم الابر هذا للخياطة، طبعا ما اعرف اخيط طبعا. اوكي. لوحة، ملف، والله كل اشياء مفيدة. واهم شيء هذا اسوي فيه سلايم الجلو. شوفوا. شوفوا وايد اشياء ماخذة، كل شيء اخضر مكتبة وناسة. شوفوا.
مساحة، براية، فهذولي كلهم حقي. أوه الحين راح اختار اصعب شيء، بس لازم علم السعودية وياي، اعطوني علم السعودية. اختار بوجي؟ لا حقي اختار شوار بسكيت. تبين شوار بسكيت؟ تقدر؟ يلا سوق مهمية والله. كتابي شوارفسكي، شوفوا يمه يمه اي يمه صيد، كتابي شوارفسكي بس ما صار. جاهزين نروح مهمية؟ جاهزين. فلاش شوفوا ايش كثر. طبعا هذا كله انا ما راح استفيد منه، كله حق فرح. خذيت سلايم، بالونات، العاب، شوفوا كله اخضر، كله اخضر. شوفوا ايش كثر، متروس السلة. هذا كله فرح اللي راح تستفيد منه، كله اقول روان. يا 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 شوفوا شوفوا السلايم هذا. يلا نحاسب، يلا يلا كل عام.